تيسيراً على المواطنين من راغب الحصول على الخدمات الشرطية، وتماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكتروني، أتاحت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة إلى جانب خدماتها الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، خدمة تمكن المواطن من تسجيل بيانات الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة مع تسديد مقابلها بالكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدية. وللاستفادة من هذه الخدمة يسجل المواطن بياناته على موقع الوزارة، ثم يقوم بالدخول على رابط الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، ويتم تسجيل البيانات في 6 خطوات تتعلق بالعين المؤجرة والمؤجر والمستأجر ومرافقين المستأجر إن وجد، وحارس العين إن وجد أيضاً، انتهاءً باعتماد البيانات، ومن ثم اختيار طريقة الدفع الإلكترونية. وبعد تسديد مقابل الخدمة ترسل رسالة نصية على هاتف مسجل البيانات تفيد نجاح التسجيل. وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات الخاصة بتلك الخدمة، بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة من خلال مكاتب مخصصة لهذا الغرض بكل قسم شرطة.